مع حضراتكم مرة تانية إلى بروكسل والزميل مجدي يوسف. مجدي، أولا مساء الخير. مساء الخير أستاذ أحمد. معلش تأخرنا عليك وقتنا. إيه التطورات الخاصة بإثيوبيا، ملف إثيوبيا، الاجتماع اللي بيتم ترتيب ليه بالنسبة لي أعتقد يتم خلال الساعات القادمة ضد إثيوبيا، إيه التحركات القائمة، إيه الإجراءات اللي ممكن تتاخد ضد إثيوبيا والجرائم اللي ارتكبها أبي أحمد في إقليم تجرين؟ نعم صحيح. الحقيقة أن بكرة الخميس هيكون في اجتماع عبر دائرة الفيديو المغلقة. الاجتماع دوت منظمة اللي هتنظمه هي المفوضية الأوروبية، والحقيقة هيشارك فيه كمان المجلس الوزاري الأوروبي. وخلينا أقول ليه المجلس الوزاري الأوروبي هيشارك، لأن لو فقط شاركت المفوضية الأوروبية فالاجتماع هيبقى اقتصادي أكتر منه سياسي، ولكن مشاركة المجلس الوزاري بيخلي الاجتماع أو اللقاء الدولي هو لقاء سياسي اقتصادي. هيشارك، هو اجتماع في الحقيقة دولي بتنظيم من المفوضية الأوروبية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. الاجتماع في الحقيقة هيشارك فيه عدة دول وعدة مؤسسات، وطبعا أغلبها في الدول الأوروبية. هيركز على أمرين رئيسيين. الأمر الأول الانتهاكات، أو بلاش نقول الانتهاكات، خلينا نقول البيان اللي طلع من المفوضية الأوروبية، المذابح والمجازر التي ارتكبت في إقليم تيجراي. الحقيقة من الواضح أن هناك رغبة أوروبية ل يعني توضيح هذه المجازر، وليس فقط توضيحها للرأي العام الأوروبي أو للعالم، ولكن أيضا للضغط من أجل ربما تحويل الملف برمته إلى محكمة العدل الدولية، على أساس أن هناك مجازر ارتكبت في هذا الإقليم ومذابح وربما أيضا أكثر من ذلك. الجزء الثاني اللي هيركز عليه المؤتمر هو محاولة يعني جمع أكبر كم من الأموال والمعونات لإقليم تيجراي. بحسب الاتحاد الأوروبي فيه 2 مليون مواطن أثيوبي هجروا من منازلهم بسبب الصراع في إقليم تيجراي، وهناك أكثر من 5 مليون أثيوبي ليس لديهم ما يكفي من طعام أو دواء أو الاحتياجات الأساسية. فبالتالي هذا المؤتمر الدولي سيحاول أيضا دعم أو جمع أكبر قدر من المعونات للمشردين في إقليم تيجراي. ولكن طبعا بالمقام الأول قصة تحويل هذه أو الضغط لتحويل هذه القضية إلى محكمة العدل الدولية، ربما لوجود أدلة على جرائم حرب في إقليم تيجراي، يمثل ضغط واضح وصريح من قبل الاتحاد الأوروبي على حكومة إثيوبيا، لاسيما أن حكومة إثيوبيا على الحقيقة باتت متهمة وبصراحة من قبل الأوروبيين على الأقل بأنها ارتكبت جرائم حرب في الإقليم. هل يمكن فيما بعد أن يتم استخدام هذا الملف لفرض عقوبات على إثيوبيا؟ هل يمكن أن يتم استغلال هذا الملف لمنع تمويل مشاريع ومنها مشروع سد النهضة في إثيوبيا؟ كل هذه الأمور ممكنة وكل هذه الأمور جائزة. مرة تاني أكرر، الاتحاد الأوروبي بات يتهم صراحة حكومة إثيوبيا بارتكاب جرائم حرب، وإذا تم تحويل هذا الملف إلى محكمة العدل الدولية لا يمكن لأي دولة أوروبية أن تشارك في أي مشاريع استثمارية في إثيوبيا، ناهيك عن العقوبات الاقتصادية والسياسية التي يمكن توقع على الحكومة الإثيوبية. مجدي، ده وارد يبقى بكرة ولا ممكن يبقى بعد كده؟ يعني كارت في إيدهم ممكن بيلوحوا بيه دلوقتي، يعني أن يتم اتخاذ قرار غدا لا، ولكن أن يتم الاتفاق على المبدأ العام بالسعي لتحويل الملف لمحكمة العدل الدولية، هذا وارد أن يتم الاتفاق عليه غدا في المؤتمر.
أن يتم الاتفاق على بدء النظر أو تكليف ربما الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيه بوريل ببحث كيف يمكن أن يتم تحويل الملف إلى المحكمة الدولية، وكيف يمكن أن يتم فرض عقوبات على أثيوبيا. كل هذا جائز أن يتم غدا، لكن أن يتم اتخاذ قرار بتحويل الملف أو اتخاذ قرار بعقوبات ضد أثيوبيا، ربما هذه الأمور تتم خلال القمة الأوروبية القادمة نهاية هذا الشهر. مجدي، الناس أبي أحمد ده اللي واخد جائزة نوبل بالمناسبة، وبالتالي هل النهاردة وارد يحصل كلام في هذا الأمر، ولا ما مش وارد أنه سحب هذه الجائزة منه اللي ادت له، يعني خد جائزة وبالتالي بيدبح في شعبه زي ما الاتحاد الأوروبي قال أنه مجازر وارتكب جرائم ومجازر ربما يحلوا لمحكمة العدل الدولية؟ الحقيقة أن في كلام كتير على قصة جائزة نوبل اللي خدها أبي أحمد من يعني لما قيل في هذه الفترة أنه استطاع أن يفرض عمليات سلام ويجنب المنطقة بعض ويلات الحروب، ولكن على ما يبدو أن هناك يعني ما بين قوسين ندم شديد على منحه هذه الجائزة، لأنه الحقيقة أنه لم يفي بأي عهود سواء سياسية أو اقتصادية أو حتى على مستوى حقوق الإنسان منذ أن منح هذه الجائزة، وبالحقيقة منذ أن تم انتخابه. وإذا تحدثنا عن مسائل حقوق الإنسان فهو متهم بأكثر من قضية، ليس فقط مجازر حرب في إقليم تيجراي، ولكن في الداخل الأثيوبي هناك مستندات وأدلة قوية على أنه ضد كل الحريات العامة، ضد كل الانتقاد السياسي، ضد كل الأحزاب السياسية المعارضة، وبالتالي هو نموذج أو بات نموذج لكتم الحريات ونموذج للديكتاتورية الصريحة أو ممارسة الديكتاتورية الصريحة داخل أثيوبيا. وبالمناسبة برضو الكلام دوت مش كلامي، يعني حتى لا يقال ان ده كلامي لأسباب او لأخرى، ده مش كلامي، ده مستندات وأدلة موجودة في كل مكان وداخل أروقة الاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأوروبي هو الذي يتحدث حتى عن لماذا منح هذا الشخص جائزة نوبل للسلام. بشكرك شكرا جزيلا مجدي يوسف، اكيد هنتابع هذا المؤتمر الدولي ضد اثيوبيا.